في خضم هذه الأنباء السياسية ومناقشات حول قانون التظاهر الذي تحاول الحكومة المصرية تمريره، هناك أنباء عن تغيير مكان المباراة المرتقبة ما بين منتخب مصر ومنتخب غانا، والتي كان من المقرر لها أن تعقد في استاد الدفاع الجوي في منطقة القاهرة الجديدة في العاصمة المصرية. معنا على التليفون كابتن عزمي مجاهد، المتحدث الإعلامي باسم اتحاد الكرة المصري. كابتن عزمي، برحب بحضرتك. هل بالفعل سيتم تغيير مكان المباراة؟ لا، الكلام ده مش مظبوط، لأن احنا بلغنا الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بالمكان، والاتحاد الدولي ارسل لجنه للتفتيش على الملعب وكتبت تقريرها، ولكن ما ينفعش بعد ما انت ارسلت تحديد المكان وبعدين لجنه جت، ما ينفعش ان انت تغير المكان تاني. طيب، هو موقف الاتحاد الافريقي والدولي نهائيا، كان هناك اعتراضات من غانا على المكان، كانت بتتكلم على ان هناك مخاوف امنيه على لاعبتها وعلى فرقتها. لا، هي كانت بتتكلم، يعني بتحاول، بتعمل محاوله برضه لنقل المباراه خارج مصر، ان بتتحكك بموضوع الانفلات الامني. طبعا انت عارف حضرتك، وزاره الخارجيه بتبعت تقارير، الاتحاد الافريقي بيبعت تقارير للاتحاد الافريقي في مصر. بالاضافه للاتحاد مصر بعتنا خريطه الطريق بتاع المباراه وبتاع وخط سير الفريق لما هيجي، والاقامه هتكون فين، في دار الدفاع الجوي. يعني الاتحاد الدولي عارف تماما كل الاجراءات الاحترازيه اللي خدتها مصر، بالاضافه ان المهندس انا بريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وضح الامر تماما للاتحاد الدولي. الاتحاد المصري جاهز كل الامور، رتب كل الخط سير الفريق، الاقامه بتاعته، تامينه، كل شيء تمام. يوم الاثنين ان شاء الله هينعقد اجتماع مجلس اداره الاتحاد المصري برئاسه الاستاذ جمال علام، هيدرسوا فيه تقرير رئيس البعثه الكابتن سيف زاهر، وهيدرسوا الاسباب اللي ادت لهذه الخساره وكيف تدارك الامر في المباراه القادمه ان شاء الله. وانا شايف ان يعني لابد ان يكون هناك ربط اعتبار، لان الهزيمه ثقيله وسته اهداف، واحنا منتخبنا كويس وعندنا لعيبه على مستوى عالي، لكن الامور فيها اشياء غريبه. يعني حضرتك بتقول ان سيتم عقد اجتماع للاتحاد علشان يتبحثوا الاهداف، ما بين الاعضاء مفيش استقرار على مجموعه من العوامل التي ادت الى هذه الهزيمه؟ والله في حضرتك يبقى في رئيس بعثة اللي هو الكابتن سيف زاهر بيكتب تقرير على كل الاحداث اللي تمت هناك، لان برضه اقول لحضرتك حاجه، الوضع غير طبيعي، يعني عمر ما مصر تخسر بهذه النتيجه الثقيله. يعني حضرتك قصدك ان الوضع غير طبيعي، ان النتيجه مش كرويه، يعني قد يكون هناك عوامل غير اداء اللاعبين في الملعب؟ ممكن كل شيء، لكن هيتم دراسه هذه الامور باستفاضه في مجلس الاداره، هيتم بحث وضع الجهاز الفني، هل هناك اخطاء من الجهاز الفني ام لا، الاسباب اللي ادت الى هذه الخساره، ولابد ان يكون هناك رد اعتبار في المباراه العوده ان شاء الله. سيتم بحث الجهاز الفني ووضع الجهاز الفني، هل هناك اي مشاورات ما بينكم على تغيير الجهاز الفني قبل المباراه المقبله، ولا استكمال الجهاز الفني لمشواره حتى النهايه؟ حضرتك هيدرس ده على طاولة الاجتماعات وهيتم بحثه من كل الجوانب. وارد يعني يا فندم؟ وارد، وهيتخذ القرار المناسب حسب متطلبات الفريق في الفترة اللي احنا فيها دي ان شاء الله. طب اذا كان وارد، هل هناك حديث عن بدائل؟ احنا عندنا في مصر على فكرة كفاءات عظيمة جدا كمدربين، يعني واحنا يمكن انجازات مصر كلها كانت عن طريق المدربين المصريين. يعني يمكن وصلنا كاس عالم سنه 90، كان المدرب المرحوم الكابتن محمود الجوهر الرمز الكروي المحترم. كسبنا افريقيا 3 مرات، امم افريقيا الكابتن حسن شحاتة والكابتن شوقي غريب. عندنا الكابتن شوقي غريب طلع ثالث عالم في الشباب، ويمكن اول مره مصر تتوج كثالث عالم على مستوى العالم. يعني طيب، يعني من الأسماء دي كلها وفي اجتماع جاي يبحث في وضع الجهاز الفني وتوضع بدائل، هل عندكم قائمة مختصرة من المدربين المصريين اللي ممكن يرشحوا لاستكمال المسيرة؟ ده يحدث بعد دراسة وبحث الجهاز، وضع الجهاز الفني، هل هناك
شرط جزائي ما فيش شرط جزائي، هل برادلي هينسحب؟ اخد بال حضرتك يعني لابد ان تبحث هذه الاوضاع على طاوله الاجتماعات، لان وبعد هذا يكون هناك اختيار ويكون هناك بدائل بعد كده. هو برادلي في التصريحات الصحفيه يا فندم قال ان هو بيعتذر للشعب المصري وبيقول ان احنا سنحاول رد الاعتبار ولكن المهمه شبه مستحيله. هل ما يمنع بالفعل هو الشرط الجزائي، ولا ممكن يكون ان الاتحاد لسه شايف ان برادلي قدامه فرصه اكبر من كده، يعني قدامه فرصه يكمل؟ احنا بنتكلم مش في شرط جزائي، احنا بنتكلم احنا يعني في بدائل كتير في شرط جزائي لو انت مشيته، لو انت مش عايزه ممكن تخليه موجوده كخبير او كمستشار، لان هو فاضل له في عقده شهر فقط، اخد بالك. لكن احنا عايزين نشوف الحل الامثل والافضل للمنتخب في هذه المرحله ويتخذ هذا القرار. يعني لابد ان يتم بحث كل المساله، عوامل اللي ادت الى هذه الهزيمه، ازاي نطلع من هذه الكبوه، وبالتالي يكون هناك القرار الصائب بعد دراسه الدراسه الوافيه يعني في مجلس الاداره ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عزمي مجاهد، المتحدث الاعلامي باتحاد الكرة، بينفي تماما وجود أي نية لتغيير مكان إقامة مباراة العودة ما بين المنتخب المصري وغانا. هذه المباراة مقرر ليها إن هي تحدث على استاد الدفاع الجوي الموجود في منطقة القاهرة الجديدة بالعاصمة. كانت هناك أنباء عن محاولات لتغييرها، بدل ما استاد الدفاع الجوي تحدث في استاد القاهرة الدولي، ولكن كابتن عزمي مجاهد بينفي هذه الأنباء وبيؤكد كمان أن مصير الجهاز الفني سيتم مناقشته في اجتماع مجلس إدارة الكرة المقبل. كابتن مجاهد كمان اتكلم بشكل مهم جدا عن الكفاءات المصرية، وبالتالي يبدو أن هو من الوارد جدا أنه يتم الدفع بأحد الوجوه المصرية لإدارة المباراة المقبلة. نعود مرة أخرى لاستكمال حوارنا، بنتكلم على قانون التظاهر، وماذا إذا لم يتم احترام هذا القانون؟ ماذا إذا أقر رئيس الجمهورية القانون ولكن واجهتنا موقف زي اللي واجه دكتور محمد مرسي في مدن القناة أيام ما فرض الحظر، ولكن المصريين في القناة تحدوا حظر مرسي ونزلوا إلى الشوارع. دكتور إيهاب، هل ده سيناريو وارد؟ أنا أعتقد أنه مش وارد، لانه الامن قدر ينفذ الحظر التجوال، وهذا حظر التجوال ايضا كان برضه مرسي ما قدرش ينفذه في مدن القناه، لكن حظر التجوال تم تنفيذه على مستوى الجمهوريه. اذا عندنا الامن قادر على تنفيذ هذا القانون؟ قادر على تنفيذ هذا القانون، والا كان ليس هناك الحاجه اليه. هو راجل، هو هم عارفين قدراته، ولو الامن غير قادر على تنفيذ القانون يسال الامن، وانه لا شك ان الامن لا يمكن هيلجا الى هذه الخطوه، او الحكومه هتلجا الى هذه الخطوه وهي قدراتها لا تسمح لها بتنفيذه على ارض الواقع. اعتقد الموضوع لا، بالعكس مش وارد، مش وارد تماما، لانه كان هناك اختبار في حظر التجول ونجحت فيه الحكومه في تنفيذه في هذا الامر. النقطه الثانيه، ماذا ولو ان الحركات السياسيه نزلت الشارع واعترضت؟ حضرتك قلت حكايه دي، هيطبق عليها القانون؟ اذا لم تنفذ القانون باخطار، هي بقى اذا كنا بنتكلم عن دوله القانون، هيسعى على الحركات السياسيه، يسعى على الاخوان، ويسعى على زيد، ويسعى على الليبراليين، ويسعى على كله. اذا حركات سياسيه هتنزل وهتتظاهر، مش هتخطر، هتضع نفسها تحت طائله القانون، مش هتخطر الامن، مش هتنظم الموضوع، هتعتصم، تضع نفسها تحت قاعدة القانون، لأنه هذا الأمر هيطبق عليها أيضا. وده لأن الأمر هنا يا جماعة متعلق بأمن مصر، مختلف تماما عن الموضوع. هنا المشاعر الليبرالية لابد أن نتجنبها الآن شوية، ومش عاوزين نقحم حقوق الإنسان في القضايا المتعلقة بأمن مصر، أمر مختلف تماما جدا. وده أمريكا عملته، نواب برلمانيين اعتقلته، نواب برلمانيين لما سدوا الطريق في واشنطن. باشمهندس شهاب، هل وارد السيناريو ان تقوم حركات ثوريه وسياسيه بعدم احترام هذا القانون في حاله اقراره،
ولا إذا انتهى الأمر إلى ذلك سيلتزم الجميع؟ أنا أتوقع أن للأسف أن الشرطة المصرية من الصعب جدا أن هي تقدر تنفذ القانون دوت، من الصعب أن هي تقدر أن هي تطبقه، لأن في الواقع لو هي تقدر أن هي تطبق القانون كانت قدرت أن هي تعمل حاجات كتير كانت مفروض أن هي تتعمل مع المظاهرات الحالية. فتقدرنا الحل والوصول لحالة من حالات التوافق حوالين قانون يقدر المصريين كلهم أن هم يساعدوا لتطبيقه ويكون قانون مناسب لكل المصريين. هل الحركات الثورية دوت هيكون قطيعة ما بينها وما بين الحكومة؟ لا، أشك أن الموضوع هيصل لمرحلة قطيعة مع الحكومة، لكنه هيكون يعني سوء تفاهم نتمنى أن احنا ما ندخلش فيه. سوء تفاهم قد يحدث وقد لا يحدث، لسه ما زالت المشاورات مستمرة. هل يصدق رئيس الجمهورية على هذا القانون ويحوله من مسودة إلى مشروع نافذ تتمكن من خلاله مؤسسات الدولة كما تطلب الحكومة من التعامل مع حالة التظاهرات الكثيرة التي تحدث في مصر اليوم؟ أشكركم طبعا على متابعتكم، وأشكر ضيوفي اللي شرفونا النهاردة في الاستوديو، دكتور إيهاب رمزي نائب رئيس حزب المؤتمر والبرلمان السابق وأستاذ القانون الجنائي في جامعة بنها، شرفتنا يا دكتور. كما أشكر المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار على تشريفك لينا. شكرا. أشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا في هذا اليوم من أيام البث المباشر، وكنت معكم أنا علي البهنساوي. أترككم الآن في أمان الله.